يعني قد يقول قائل انتوا ليش عندكم شي موقف؟ لا احنا ما عندنا موقف، عندنا تقييم علمي. ارجوك يعني الان انا لما اريد امر بالبخاري في الواقع اقدر للرجل تعبه واحترامه وعناءه في سبيل جمع هذا الكتاب، لكن ما مستعد اقبل جميع ما به، لازم انقده. ليش؟ على المقاييس. لان ارجوك هذا عند قضايا خلتنا مثلا احنا شوية نقف من عنده. اولا واحدة من القضايا، من الشيوخ اللي عنده يأخذ من عندهم حريج الحمصي. حريج هذا تدري شنو كان؟ هذا حريج كان يومية يشتم علي ابن ابي طالب 70 مرة. جن ارجوك، انا مسلم اسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له يا علي من شبك فقد شبني، حربك حربي، سلمك سلمي، من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان، ومن أبغضك فليس له نصيب من الإسلام. زين أنا كمسلم يسعني أني بعد أوالي هذا؟ هذا أنا أخذ منه رواية؟ هذا أنا أخذ من عنده يتقرب إلى الله؟ زين واحد من شيوخ عمران ابن حطان اللي يقول لعبد الرحمن ابن ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أرجوك هذا أنا أخذ من عنده؟ هذا أنا أعتبره مصدر ثقة؟ إيش أنا أسأل سؤال أقول هذا لو قتل الخليفة الثاني يمكن أنا أقدر أخذ من عنده؟ إيش سؤال أسأل؟ يعني أقدر أخذ الآن أعتبر أبو لؤلؤ الشيخ من شيوخ الحديث؟ ليش التفرقة بين شيئين؟ تتنبه لي شوية، فأريد أضع عيدك على بعض الحقائق، وإلا ما عندنا عداء مع أحد. نبقى أي نقطة؟ النقطة الثالثة، الغريب هذا أكو ابن التركماني لما يمر بقتلة الإمام علي عليه السلام يقول ذولا اجتهدوا فأخطأوا. عبد الرحمن بن ملجم يقول اجتهد، هذا اجتهد فأخطأ. تصور أن قتل علي بن أبي طالب متعين عليه باعتبار علي طالب حكم الناس فاجتهد فأخطأ، لكن قتلة عثمان يقول شفل هؤلاء، ذولا شفل ما أخطأوا. تقول لهم قتلة عثمان الصحابة، اللي قتلوا الصحابة، شو تعبر عنهم التعبير هذا؟ بينما اللي قتلوا علي بن ابي طالب اجلاف لا يعقل احدهم موطئ قدمه، وتتامل هذا النمط، يعني غريب هاي المفارقات. اذا مر عليها واحد في تاريخنا وعنده شيء من الوعي يقزز روحه تلعب من الكلام، هذا كلام ما يقبل بحال من الاحوال. فمثلا ارجوك انا اشوف اجد بعض شيوخ الرجل، بعض شيوخ البخاري، افرض محمد العنجي هذا من هالقبيلة هاي المعروفة عنجة، هذا كان يقول احنا نحن قوم ذو شرف. قالوا له شلون؟ قال رسول الله صلى الينا جعلنا قبلته. شنو القصة هي؟ القصة ان النبي كان يطلع احيانا للعظة والعبرة بالمقبرة، اذا يصعد يطلع للمقبرة للعظة والعبرة، يقرأ للاموات الفاتحة، قد يدرك وقت الصلاة فيصلي، تكره الصلاة الى القبر إلا أن يكون حاجز بينك وبين القبر. فش كان النبي يحط حاجز؟ يحط عنزة، عصا، عنزة اسمها، يحط العصا يصلي إليها للكراهة. هذا يتصور العنزة عنزة يعني، أرجوك هذا من رؤساء البخاري، من شيوخ البخاري، وتريدني أنا أخذ من عنده هذا مدرك أعتبره من مداركي؟ مثلا أكو عند الرجل نظريات، عند نظريات من هالنوع يرويها. أرجوك الرجل اللي يقول لي أن لبن البقرة ينشر الحرمة بين الشاربين، إذا امرأة أو رجل شربوا من حليب بقرة حرمت عليها المرأة لأن اللبن ينشر الحرمة. لا يعني هذا شيء من القبيل، أنا ما أريد يعني أشيء لأحد، لا لكن أريد أبين أنا أريد أخذ ديني. هذا أخوك دينك فاحتط له، أريد أخذ نعم من منبع لا تشوبه شائبة، مع تقديري الآخر أنا ما أفرض فكري على الآخرين حتى أحجر على أفكارهم، أحرار منين ما يأخذون خلي يأخذون، لكن
احنا عندما نريد نقف هنا نقف موقف التقييم. هذا ترى يعني آداب فقهائنا، ما يمكن انت تلقى لك واحد من فقهائنا يعبر بعض التعبيرات اللي تلقاها عند فقهاء الاخرين. اذا مروا بواحد نعم من مؤرخي او من اصحاب الحديث من الشيعة يعبروا عنا تعبيرات عجيبة. ارجوك ابن تيمية يعبر عن العلامة الحلي ابن المطهر يقول ابن المنجش. ها؟ مو اداب اسلام هاي، ما يقبلها ما يقبلها روح الاسلام يا ابا هذا. اذا انا اتحمل هالطريق هالمسلك الذي سلكه فقهاؤنا غاية في الاداب. انا اذا اردع اقف من كتاب موقف شوية اتأمل بي يعني موقف تقييم، ما اريد اهرج، ما اريد اشتم، عشان ما طويلة القضية واكو قائمة من المؤاخذات ما اريد امر عليها. بس ارجع للموضوع، تنبه لي هالروايات مثل هالرواية يقول لي ان اجتمعت القردة ورجمت هذه القردة الزانية. يقول لي ان عزرائيل دخل هبط على نبي الله موسى ليقبض روحه، قال شكو عندك انت جاي تقبض روحي؟ لطمه ففقع عينه، رجعه الى رد الى ربه بعين واحده. هيك نمط من الروايات ارجوك انا امر عليها. بطبيعه الحال انا ما اقبل هذا اللون. مثلا يقول ان كان هناك، يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا تشوبوا اللبن بالماء، كان من كان فيما قبلكم احد هذا كان يشوب اللبن بالماء فاشترى قردا فألهم الله ذلك القرد، أخذ الكيش مال النقود وصعد على الدقل، دقل مال السفينة، صعد على الدقل يقول قام يرمي دينار بالماء ودينار بالسفينة، يعني مال الماء للماء ومال اللبن للبن. ها؟ من هالروايات هذه الحكي هذا شلون؟ أرجوك هاي روايات تؤخذ، وروايات الحسن والحسين ما تؤخذ؟ ما روى شيء عن الحسن ولا عن الحسين أبدا. ويقول أحد الأدباء قضية أشبه بالمرجئة، هذا البخاري إمام الفئة بالصادق الصديق ما احتج في حديثه واحتج بالمرجئة بمثل عمران بن حطان أو مروان وابن المرأة المخطئة، مشكلة ذات عوار إلى حيرة أرباب النهى ملجئة. مهم أرجع، إذا الواقع كل باحث موضوعي كل واحد مسلم يحمل آداب الإسلام ما يتهجم، يقيم، أكو فرق. أنا لما أريد أقيم أقيم حرصا على ديني، ما أريد أهدر حقوق الآخرين ولا أهدر أتعاب الآخرين، أريد أقول والناس أحرار فيما يختارون، لكن لا تفرض علي أني أحترم كل من دب ودرج، لا تفرض علي أني مثلا أتوخى أن أحترم أشياء معينة قد لا تكون سببا للاحترام. هذا الجانب اللي يخليني مثلا أقف منه هذا الموقف. طيب من بعدها